تلقاها أمام الحضور كبير داخل هذه القاعة، ومن بينهم الطاقم أعضاء من الطاقم الحكومي، وإلى جانبهم أسماء إعلامية كبيرة ولامعة، وإلى جانبهم أيضا كل الصحفيين المشاركين في هذه الطبعة، والذين مثل ما أشرت كل واحد منهم يتوق إلى أن يكون اسمه من بين الأسماء المتوجة في هذه الأمسية. ونحن كل الصحفيين المشاركين نتمنى في هذه الطبعة والتين للمرة الرابعة مثل ما أشرت المؤسسة العمومية منهم يتوق إلى أن كما نعلم توجت بالصدارة الأولى في الواجب الوطني 22 السوداء، ومنهم من غادرونا خلال السنة الجارية. وليد قادري من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث تجري هذه السهرة التتويجية والتكريمية للأعمال المشاركة في مسابقة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، في انتظار طبعا كشف النقاب عن الأسماء المتوجة. قلت تلفزيون الجزائر يشارك في هذه الطبعة، وقبل هذا في طبعات سابقة كان تلفزيون للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث تجري هذه السهرة التتويجية والتكريمية للأعمال. طبعا هؤلاء المتواجدين في طبعات السابقة على تعرف عن السهرة التتويجية والتكريمية للأعمال المشاركة في مسابقة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، في انتظار طبعا كشف النقاب عن الأسماء المتوجة. قلت تلفزيون الجزائر يشارك في هذه الطبعة، وقبل هذا في طبعات سابقة كان تلفزيون المتوجة مؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث تجري هذه السهرة التتويجية والتكريمية للأعمال المشاركة. طبعا هؤلاء المتواجدين في طبعات السابقة على تجري هذه السهرة التتويجية والتكريمية للأعمال المشاركة في مسابقة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، في انتظار طبعا كشف النقاب عن الأسماء المتوجة. قلت تلفزيون الجزائر يشارك في هذه الطبعة، وقبل هذا في طبعات سابقة كان تلفزيون المتواجد مؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث تجري السهرة التتويجية والتكريمية للأعمال. طبعا هؤلاء المتواجدين في طبعات السابقة على تجري هذه السهرة التتويجية والتكريمية للأعمال حضور كبير داخل هذه القاعة، ومن بينهم الطاقم أعضاء من الطاقم الحكومي، وإلى جانبهم أسماء إعلامية كبيرة. الموريتاني من قبل وزير الطاقة مصطفى جيتوني، وهو اللقاء الذي تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة.
تخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس حول إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إذ سيتم عقب ذلك انتخاب رئيس جديد للمجلس. قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني ذلك انتخاب رئيس جديد جلسة علنية يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018. قرار مكتب المجلس الموافق قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني ذلك انتخاب رئيس جديد جلسة علنية يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018. قرار مكتب المجلس الموافق قرار مكتب الجلسة الأولى المصادقة على تقرير اللجنة.